مشاهدينا برحب بحضراتكم مرة تانية، والنهاردة هنتكلم في فقرتنا عن موضوع يهمنا كلنا، وهو فكرة الوصول بمعدل البطالة في مصر لمستوى أدنى. كانت في فترة من الفترات كده نسميها إيه؟ بحلم صعب تحقيقه، يعني لما نحقق مع نهاية السنة اللي فاتت 2020 معدل 7.3%، ده في حد ذاته إنجاز كبير بكل المقاييس. ليه؟ من يومين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أصدر تقرير قال فيه إن مصر من بين أفضل دول العالم في تحقيق معدلات متراجعة من البطالة رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا، نظرا طبعا لعدم اتخاذها قرار بالإغلاق التام وتعطيل الأنشطة الاقتصادية. ارتفاع معدل البطالة بنسبة 2% من 7.3% خلال الربع الثاني من عام 2021 ل 7.5% خلال الربع الثالث من السنة نفسها 2021، خلينا نسميها بأنها زيادة طفيفة وطبيعية، ده نظرا لتزامنها مع انضمام دفعة جديدة من الخريجين لسوق العمل في المقام الأول. وهنقول توقعات أنه يشهد الربع الرابع من العام إن شاء الله تراجع مع إتاحة فرص عمل لهؤلاء الخريجين الجدد. طيب احنا قلنا أرقام كتيرة جدا، بس احنا محتاجين بقى حد يعني واعي يفسر لنا الأرقام دي بالشكل البسيط. كل ده هنعرفه إن شاء الله من ضيفنا الدكتور علي الإدريسي، عضو الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع. صباح الفل حضرتك دكتور علي، ومنورنا في صباح البلد، ومستنيين تفسير بقى لكل الأرقام دي. صباح النور على حضرتك وعلى كل السادة مشاهدي الكرام، وسعيد بوجودي مع حضرتك النهارده. انا اسعد دكتور علي، ويمكن دايما لما بنتكلم في الاقتصاد طبعا الاقتصاد يعني ارقام، والارقام تعني الكثير للاقتصاديين والمتخصصين، ولكن بالنسبه للمواطنين واحنا كلنا تقريبا محتاجين نفك يعني الغاز هذه الارقام. طيب هو في البدايه طبعا يعني يمكن حضرتك يعني في مقدمتك استعرضتي جزء كبير من الارقام ديت، وهي بتديني جايد او دليل الوضع مش ازاي، يعني هل معدلات البطاله دي بتزيد ام بتنخفض، هتدي مؤشر بغض النظر عن فكرة التفسير العلمي وتعريف معدلات البطالة ودون الخوض في أمور ممكن تكون متخصصة بشكل كبير، لكن خلينا نبسط الأمور في إن احنا بنشوف الاتجاه العام، هل معدلات البطالة دي بتزيد فبالتالي في مشاكل في سوق العمل وتوفير فرص عمل جديدة ومشاكل الاستثمار وخلافه، ولا معدلات البطالة دي بتبتدي إن هي تنخفض فدلوقتي الاقتصاد بيقدر إن هو يقدم فرص عمل أكتر في حركة استثمار مشروعات قومية مشروعات صغيرة ومتوسطة وغيرها من الملفات اللي تقدر إن هي تستوعب القدرات الراغبة في العمل والقادرة عليه. الأرقام اللي حضرتك ذكرتيها بالنسبة لنهاية العام الماضي وكمان حتى بالنسبة للعام الحالي، احنا كنا بنتحدث عن أرقام في حدود 7.2% بقت 7.3% زادت ل 7.5%، يمكن التوقعات الحكومية ان هي كمان تبتدي تنخفض ل 7.4%، لكن خلينا برضو نرجع يعني للربع الثاني من عام 2020 او العام الماضي، احنا كنا وصلنا لحوالي 9.7% لان ده كان قرارات مرتبطة بالاغلاق الجزئي والاجراءات الاحترازية اللي اثرت بشكل كبير على معدلات البطالة نتيجة بداية الجائحة واللي اثرت طبعا على مستوى العالم، واحنا اوريدي اتأثرنا بذلك. لكن برضو خليني اقول لحضرتك ان احنا ما قبل برنامج الاصلاح الاقتصادي وخلال الفترات اللي احنا كنا بنقوم بيها بنوع من انواع الاصلاحات كان عندنا معدل بطاله وصل ل 13.2%، يعني حتى بالرغم من الجائحه احنا ما رجعناش للفترات اللي حتى ما قبل الاصلاح الاقتصادي بالظبط 13.2%، فاحنا نتحدث عن زيادات حتى اللي حصلت في الوقت ده تعتبر زيادات طفيفه جدا 7.5، وكمان متوقعين ازاي ان الارقام دي تبتدي ان هي تنخفض بعد كده. على اي اساس دكتور علي بيبقى في توقعات في التقرير اللي اصدره جهاز المركز للتعبئه العامه والاحصاء بان النسب دي هتقل حتى لو 1 من 10؟ التوقعات دي مبنيه على السوق العمل النشاط الاقتصادي ذات نفسه، ازاي ان احنا عن طريق عندنا يمكن بنود اساسيه هي اللي بتبتدي ان هي تستوعب قدر كبير من العمال. في البداية بس قبل ما اخوض ليها عاوز اوضح حاجة، ان احنا كان لفترات كبيرة جدا عقود على الدولة المصرية كان دايما رهان على الجهاز الاداري للدولة ان هو يستوعب الخارجين اللي حضرتك يمكن كنت بتتحدث عنه.
الدولة تحدثت بمنتهى الصراحة ما عندناش القدرة ان احنا نستوعب الملايين ديت كل سنة، لان خلاص الجهاز الإداري الدولة بقى مشبع بشكل كبير، في ظل كمان اتجاه لحكومة الكترونية والتحول الرقمي والآليات الحديثة اللي بتخلي كتير من البشر يقل. الجهاز الإداري بيتعامل بشكل الكتروني، وبالتالي العنصر البشري بيبتدي يبقى اقل. احنا بنتحدث عن الجهاز الإداري الدولة ما يقرب من حوالي 5 مليون عامل فيه. طيب دلوقتي بقيت سوق العمل اللي هو احنا بكام، سوق العمل في مصر اكتر من حوالي 29 مليون. طيب ال 29 باقي دولت ال 24 تقريبا هيروحوا فين؟ عندنا بنود ابتدينا نتحرك عليها، منها بنود استحدثناها بقت موجوده اللي هي المشروعات القوميه. المشروعات القوميه بتستوعب اكتر من 5 مليون فرصه عمل قدرت ان هي تقدمه. النقطه الثانيه هي المشروعات الصغيره والمتوسطه متناهيه الصغر، زي ان انا اعمل تسهيلات من حيث التمويل والايجارات والتراخيص والخلافه بالظبط، علشان تقدر ان هي كمان تستوعب. بتستوعب يعني اكتر يعني ما يقارب من 6 مليون تقريبا عامل في هذه المشروعات. بيبتدي بعد كده القطاع الخاص ان هو يستكمل المتبقي. طيب الفكره كلها ان احنا مع النمو السكاني وعدد السكان الضخم احنا بنحتاج في الاقتصاد ما يقرب من حوالي 1 مليون فرصه عمل كل سنه. الرقم دوت رقم كبير جدا جدا، وبيضغط طبعا على الاقتصاد ازاي ان انا محتاج 1 مليون فرصه عمل كل سنه. يمكن الدوله مع الخطوات اللي احنا قمنا بيها، وبالاخص يمكن كمان بالنسبه للمشروعات الصغيره والمتوسطه وهذا، قدرنا بشكل كبير ان احنا نوفر ما يقرب من اكتر من حوالي 900 ألف فرصه عمل، لكن محتاجين طبعا اكتر. لكن يمكن حضرتك حتى ذكرتي نقطه مهمه جدا، ان في عوامل خارجيه زي الجائحه اكيد هتاثر، مش هتاثر حتى مش بتكلم على الاستثمارات الحكوميه والمشروعات القوميه، لكن هتاثر على القطاع الخاص. فكره ان المستثمر يتوسع في استثماراته، يبتدي يعمل فروع، عجله الانتاج تبقى بشكلها الطبيعي، ده وضع طبعا ما نقدرش ان احنا دكتور علي كمان احنا في ظل جائحه فيروس كورونا شفنا بعض الاعمال اللي اختفت وبعض الاعمال تصاعدت، شفنا بعض طبعا الاونلاين وبعض الابلكيشنز اللي زادت جدا في استخدامها، في متغيرات في ظل الأزمة حصلت كتيرة. يعني الاعتماد على التحول الرقمي والاعتماد على الشمول المالي والاعتماد على الجانب التكنولوجي، الاقتصاد كمان أصبح اقتصاد رقمي، مش بتكلم على الاقتصاد المصري ولكن على مستوى الاقتصاد العالمي الاعتماد أكبر. زي ما هو في كتير من المهن بتنقرض، لكن بتظهر مهن جديدة وبتظهر فرص عمل جديدة، لكن الرهان دايما بيبقى على الشخص نفسه. هل هو قادر ان هو يطور من نفسه؟ هل قادر ان هو يتعلم ويكسب نفسه مهارات جديدة علشان يواكب التغير دوت، ولا هيفضل زي ما هو؟ فبالتالي هيصبح المشكلة الأساسية في ان هو يلاقي فرصة عمل. دي إشكالية لابد طبعا، ويمكن حتى بالنسبة لي أصحاب الشهادات العليا دايما بنتكلم معاهم، مش فكرة الشهادة بس هي اللي هتوفر لك فرصة عمل، لكن لازم يكون عندك من القدرات اللي فعلا تخليك ان انت توفر لنفسك فرصة عمل، او ان انت تبدأ بمشروعات صغيرة متوسطة. طب خليني اخد من كلام حضرتك دكتور علي والسؤال البديهي اللي ممكن يخطر على بال اي حد، طب ازاي اي دولة تحاول انها تقلل من فرص البطالة لديها، وازاي المواطن نفسه يكون عنده القدرة على استيعاب كل ما هو جديد، بحيث برضو ان احنا في النهاية نوصل النتيجة الكبيرة وهي تقليل فرص البطالة؟ الدولة لابد ان هي تتحرك بشكل مستمر على تهيئة مناخ الاستثمار، تقدر ان هي تجذب استثمارات سواء كانت اجنبية او حتى زيادة في الاستثمارات المحلية، ثقة القطاع الخاص، ازاي ان انا اوفر له فرص استثمارية واعدة، اذلل العقبات امامه، بحيث ان توسع في الاستثمارات ديت ومش تكون في قطاع معين ولكن تكون متنوعة في كافة القطاعات، بحيث ان هي تقدر توفر مزيد من فرص العمل. ده جزء. الجزء الثاني على المواطن فكرة وجود ثقافة العمل، فكرة ان انت عاوز تشتغل، عاوز تنتج، فكرة ان انت تبتعد بشكل كبير عن الاعمال المكتبية، لا انت تبتدي مشروعك. واحنا عندنا مشكلة لما بنقول دايما مشروعات صغيرة متوسطة، دايما الشخص اول حاجة بتيجي في باله انا عاوز اعمل مشروع، وده فكرة كمان مش صح. الفكرة الأساسية والصح واللي لازم تبقى موجودة عاوزين نعمل مشروع، فكرة بمعنى يبقى عندنا تيم وورك، يبقى عندنا فريق، عدد عدد العدد دوت ممكن يبقى 3 ممكن يبقى 5 ممكن يبقى 20. الفكرة العدد ديت ان هي هتوزع العائد وهتوزع بعض المخاطر، ما تبقاش المخاطر كلها على
فائض بعينه، لان بنلاقي ناس تقول لي اصل عملت مشروع والمشروع ده، لان ما فيش مشروع نقدر نقول ان نسبه نجاحه 100%. دايما مع اي استثمار بيبقى فيه عامل مخاطره، لكن المخاطره دي ذكائك ان انت ما تتحملهاش لوحدك، فما تعملش مشروع بعد كده تقول ايه اصل انا خسرت فخلاص انا خسرت مش عارف ايه ما فلوس واحباط بقى وحاجات كتير. انت تقدر تخش في مجموعه تقدروا تساهموا تقدروا توزعوا المخاطره دي عليكم، بحيث ان دوت يبقى حتى ليه مردود كمان ان انت المشروع دوت يكبر ويقدر ان هو كمان تستفيد منه. عندنا مشكله يمكن بمنتهى الصراحه، وانا يمكن بحطها حتى من ضمن العشوائيات اللي احنا نتمنى في بلدنا ان احنا نقضي عليها، هي ظاهره التوك توك. ظاهره التوك توك ديت ممكن الناس تشوفها ان هي بتستوعب من الطاقات العاطله وامور من هذا القبيل، لكن انا بشوفها بوجهه نظر مختلفه خالص. لا، انت اخذت، لو قلنا ان في على الاقل 5 مليون توك توك في مصر، فانت بقى عندي 5 مليون صنايعي وحرفي ما بقوش موجودين في السوق وراحوا كلهم للطريق الاسهل. المشكله ان سوق العمل تاثر، بقى عندنا مشكله في العماله الحرفيه بشكل واضح جدا، ارتفعت تكلفه حتى الحصول عليهم، فبالتالي لا احنا محتاجين موضوع زي ده. ولدينا خطه دلوقتي كمان من الحكومه المصريه بالقضاء على هذه الظاهره زي ما حضرتك بتقول دكتور علي. اتمنى، لان احنا شايفين خطوات فعلا في المواجهه، لكن محتاجين خطوات اسرع، لان الموضوع دوت للاسف الشديد بقى بيصعب حتى على مستوى سوق العمل، وبيخلي كتير زي ما حضرتك قلت بياخد الطريق السهل، وده مش هيضيف للاقتصاد المصري ولا هيضيف للانتاج. طيب اخيرا دكتور علي وسريعا، يعني حياتك شايف في ضوء التقارير الدوليه وتقرير الجهاز العام للتعبئه العامه والاحصاء الجهاز المركزي، حياتك شايف كده تقييمك لما حققته مصر من معدلات انجاز في المجال الاقتصادي بشكل عام في السنوات السابقه في ظل جائحه فيروس كورونا في السنه اللي فاتت وفي الوضع الحالي، وكمان هنتكلم من اول كمان تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي. لا بشكل عام طبعا يعتبر، يعني كانت جائحة كورونا اختبار حقيقي طبعا للاقتصاد المصري، فكرة ان احنا نحقق معدلات نمو اقتصادي ايجابية 3.6 في ظل عام الجائحة، ازاي ان احنا كمان نحافظ على التصنيف الائتماني الخاص بينا، ازاي ان الاحتياطي الاجنبي يعود للارتفاع مرة اخرى، ان احنا نبقى الواجهة الاولى للمستثمرين الاجانب على مستوى القارة الافريقية ب 5.9 مليار دولار كاستثمارات اجنبية مباشرة، دي كلها اكيد نقاط مضيئة وبتدي كمان مدلول على مدى صلابة الاقتصاد المصري وقوته، وازاي ان الاصلاحات الاقتصادية اللي احنا قمنا بيها اتت بجدواها. كمان مش عاوز افصل الاقتصاد المصري والدوله المصريه عن المنطقه اللي احنا بنعيش فيها، منطقه للاسف شديد نتمنى انها تعود الى الاستقرار مره اخرى، لان ما يعني احنا عندنا في معظم الدول اللي حوالينا لسه ما زالت برضه الامور ما نقدرش نقول ان هي مستقره بنسبه 100% او كما كانت ما قبل يعني 2010 2011. فنتمنى طبعا ان المنطقه كلها تستقر، نتمنى كمان على مستوى سوق الاقتصاد العالمي ان الجائحه تختفي. احنا دلوقتي كمان يمكن على مستوى الاقتصاد العالمي في حاله من حالات الركود التضخمي بتاثر بشكل كبير، معدلات التضخم على مستوى العالم بيحصل فيها ارتفاع، هناك بعض الاتجاهات لرفع اسعار الفايده، فدي هتاثر على عجله الاستثمار، فدي كلها تحديات احنا جزء منها ما نقدرش ان احنا نفصل نفسنا عنها، لكن باذن الله الاقتصاد المصري يستطيع ان هو يكون الافضل دائما بثقافة العمل بالمشروعات اللي الدولة بتقوم بيها، وبإذن الله اللي جاي يكون أفضل يا رب إن شاء الله، والأرقام تكون أقل بإذن الله في نسب البطالة دايما. بشكرك شكرا جزيلا دكتور علي الإدريسي عضو الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع على هذه التحليلات للأرقام اللي يمكن تكون بالنسبة لمعظم المواطنين بتكون مبهمة شوية. شكرا جزيلا يا فندم. بشكركم مشاهدينا على المتابعة، لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا ولكن بعد هذا الفاصل.